السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطن الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الغرب، بلا ما ننسى خوتنا اللي في الغربه. هو الى ايفيتي دو جوي او باسكو على ليبيريا اي تو نو باش تو شو سو جي في دي ايماج avec la sélection ils ont les images donc ils alimentent juste quelque chose de mauvais mais bon nous on est concentré, je suis toujours à 100% pour la sélection. بعد كلام حسام عوار اسكو مازال كاينه هضره اخرى تتقال؟ بعد كلام حسام عوار، بعد كلام حسام عوار اسكو مازال ثاني نزيدو نقولوا باللي منتخب الوطني ولا دار سبيطار كما قال واحد المخلوق جا في بلاطو وعطاوه واحد الوقت فريق وما قدرش حتى يسيروا دخلوا في حيط ها ولا بعض الصحفيين وبعض الفاهمين بزاف. هل من الناس الفاهمين بزاف؟ مليحه كلمه فاهمين بزاف، هذا من العلماء الفاهمين بزاف. انا نتذكر مليح 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 في كاس افريقيا اللي فاتت لما دار الناخب الوطني القائمه تاع اللاعبين اللي راح تشارك في كاس افريقيا، مهاجم اللي تصاب اللي هو قويري، كاينه ناس فئه وعندها رايها وهي حره على كل حال، وكل واحد عنده رايه ويشوف بالفكر نتاعو بوجهه نظر نتاعو تحترم على كل حال. قالوا باللي قويري ماهوش مصاب وكاينه مشاكل داخل المنتخب الوطني، وقويري ماهوش مرتاح مع الناخب الوطني السابق وماهوش يلعب بزاف. خرجوا لهم هذا من العلماء، العلماء العلماء، بعد ما مده ايام قليله خرج النادي دار بيان باللي اصابه ماهيش معقده بزاف لكن اصابه تخليه يرتاح بعض الايام. قال لك ها شوفوا شوفوا الخوانا، شوفوا اللي خرطوا اللي خطوا بالماضي باش ينحيوه، شوفوا اعداء النجاح، شوفوا كيف يكسروا بالمنتخب الوطني، قويري مصاب ما كاش منها، روح ليام وترجع. ها في وقتها قلتها باللي محرز مصاب واصابه تاعو ماهيش خطيره، وعوار مصاب وبالنصر على بالك القصه تاعو. قال لك كاش منها فيلم صادي، ومدرب نتاعو هذا بيتكوفيتش دخلونا في حيط، جابوا لنا المشاكل مع اللاعبين، داروا المشاكل مع اللاعبين، يكسروا في اللاعبين. واحد قال لهم دار سبيطار راك تعرفوها على كل حال. المهم داروا عليها حيحيحه فيلم، ما عندي ما نقول لك اكثر من فيلم الهندي. خلاص يشاء السميع العليم يخرج مول الشيء اللي هو حسام عوار شخصيا بشحمه ولحمه يكذب هذا من الفئه تاع الهيشيريه، الفئه المهيشره، ويدخلها في ألف حيط ولا في مليار حيط. انا مصاب وبعثت الصور يعني الاشعه وكل شيء للمنتخب الوطني وانا مع المنتخب الوطني، وهذه كل اكاذيب ما تصدقوهاش واشاعات. ها وزاد قال انا مع المنتخب الوطني 100% 100% هاي ما تعشموش يعني، والله غريب يعني صراحة. ثم كنتوا تسبوا في الناس وتقولوا لهم خونة وخونتوهم، وخرجتوا في فيديوهات أنكم تسبوا ناس في العائلات نتاعهم، فلان تابع الفلان وفلان تابع الفلان وفلان يدي في تشيب على فلان، على واش؟ كي قالوا لكم باللي ما لعبناش مليح والمنتخب الوطني في تقهقر برك هذا ما كان، يعني الناس تسبوهم وتسبوا العائلات نتاعهم. ذنبهم الوحيد، ذنبهم الوحيد انهم هضروا الحقيقه فقط، انه المنتخب الوطني في تقهقر، يعني انتقدوا الجانب الفني برك، ما سبوا مدرب، ما طاحوا على مدرب والو، غير الجانب الفني. خونتوهم، سبيتوهم، سبيتو العائلات نتاعهم، ما خليتو ما بقيتو. ودرك واش نقولوا؟ ها؟ هاي دارت ليكم درك. وليتو انتوما تحاربوا في ليكيب ناسيونال، وتكسروا في ليكيب ناسيونال. بالدليل، بالدليل والحجه والبرهان. اه دارت ليام وليتو انتوما اللي المفروض الناس تسبكم، الناس تعايركم وتخونكم، بصح الناس ما سبت عائلتكم ما خونتكم. بالمناسبه نذكر واحد الصحفي صديقهم حبيبهم، وعندي حتى الفيديو في مقابله الجزائر البنين في البنينه، مقابله المنتخب الوطني لما كان الناخب الوطني السابق جبل الماضي هو المدرب، خسرنا هدف لصفر في البنينه، في البنين خسرنا 1-0، والبنين لعبت ب 10 لاعبين حوالي ربع ساعه الاخيره، حوالي ربع ساعه الاخيره والبنين تلعب ب 10 لاعبين.
هذا الصحفي تعرفوه على كل حال، يهضر في السياسة في الدين في الطب في كلش في كلش، نابغة نابغة زمانه. عندي الفيديو وش يقول؟ يقول باللي الخسارة ما يتحملهاش المدرب، الخسارة يتحملها اللاعبين، اللاعبين تاع المخدات تاع الوسادات. وعندي الفيديو، هما اللي يتحملوا الخسارة، إذا المدرب ما يتحملش الخسارة. أوكي رايك، يروح زمان ويجي زمان، الناخب الوطني الجديد بيتكوفيتش خسر ضد غينيا، القيامة قامت، بيتكوفيتش بيتكوفيتش وجبنا مدرب وتسرعنا ودرنا بكري. الخسارة يتحملوها اللاعبين، ودرك المدرب باش تعرفوا برك، هذم الناس يناصروا أشخاص. شوفوا المنتخب الوطني آخر 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 اهتماماتهم كلنا الشيء اللي مدوخني، الأشخاص هذوما اللي تناصروا فيهم صاي خلاص فشلوا، كنت عندهم الفرصة الأولى والفرصة الثانية والفرصة الثالثة ما استغلوهاش. هذو رمام من الفرصة الأولى تاع كي تزيد تحب تزيد له زيد له الثانية صاي، لكن الثانية فشل خلاص ويروح. بالعكس زادت حتى الفرصة الثالثة وفشلوا. بزاف بزاف يعني بكل صراحة والله غير بزاف. ولا على بالي ومتيقن، مش على بالي متيقن يعني أكثر من متأكد، لو كان هذا المدرب هذا الجديد بيتكوفيتش فلاديمير بيتكوفيتش جابوه الأحبة كي يقول لك أحبة الناس يفهمتني، الأحبة ماهيش الاتحادية هذه، اتحادية صعبي صعبي دخلنا في حيوط لا مش اتحادية صعبي، اتحاديات نتاع الأحبة ماهوش روروا خاطر روروا، اتحاديات تاع الأحبة. فلاديمير بيتكوفيتش عالمي عالمي، تكتيك خرافي، أحسن من غوارديولا من كلوب من مورينيو من مدربين عالميين خير منهم، هارب عليهم أحسن حتى من أنشيلوتي. ميكي جابوا صادي حكم على بالك. فلاديمير بيتكوفيتش هذا دخلنا في حيوط، فلاديمير بيتكوفيتش هذا بطال السيد هذا بيتكوفيتش كل صراحة يعني، وشفناها حتى في الندوة الصحفية خسر ضد غينيا عادي، خرج للصحافة وقال أنا اللي تحمل مسؤولية الخسارة، ما قال الحكام ما سهاجم الحكام ما أرضية الميدان ولا هم يحزنون، قال لك أنا نتحمل مسؤولية الخسارة يعني بكل احترافية. احنا يعني لازم نكونوا محترفين يعني حبينا ولا كرهنا، سواء مناصرين سواء صحفيين سواء وسائل التواصل الاجتماعي وسائل الإعلام، لازم نكونوا احنا نطلعوا المستوى ولازم نكونوا محترفين. خلاص مدرب السابق خلاص كانت عنده بعض العروض في قطر وشويه من السعوديه ما سنياش، ربي يوفقه وان شاء الله يلقى فريق، وان شاء الله في القريب العاجل يلقى فريق ويحكم فريق وتهدى الامور وتهدى النفوس وربي يوفقه. خلاص دوكا كاين مدرب جديد نطلعوا شويه المستوى، نطلعوا شويه المستوى ونخليه المدرب يخدم، نحاسبوه بالنتائج، النتائج هي اللي تتكلم. سيد لعب دوماش في تصفيه كاس افريقيا 6 نقاط 6 على 6 6 على 6، السيد كان هو محترف وقال انا نتحمل مسؤوليه الخساره في تصفيه كاس العالم ضد غينيا، حنا ثاني كلهم محترفين خليه السيد يخدم. اوكي لا قدر الله ما تكونش نتائج، هذا انا متيقن انا متيقن بيتكوفيتش يعني لو كان ما تمشيلوش يحط الاستقاله تاعو، ما يقول لك ملف ثقيل، ما يقول لك صحفيين خربوا فيا، ما يقول لك ارضيه الميدان، ما يقول لك مؤامره، ما يقول لك اتحاديه، ما يقول لك الحكام، ما يقول لك والو، يحط الاستقاله تاعو ويروح لدارهم، يحط الاستقاله تاعو ويروح لدارهم، الى نجح راح يكمل. احنا ثاني لازمنا نطلعوا المستوى نكونوا شويه محترفين، ما نهبطوش المستوى خلاص. السيد واعترف بالخطا نتاعو، حمل نفسه الخساره ضد غينيا، ومن بعدها مشات له بدا يتعرف على اللاعبين شويه بشويه، بدا يعرف اللاعبين مليح، جاب 6 نقاط، ربي يوفقه. خلاص صاي احنا ننتظر النتائج، برك هذا ما كان. خليه السيد يخدم، يجيب فلان، صح انا من الناس احكي على نفسي انتقدته في وقت سابق على عطال على الشايبي، لكن يا اخي مشات له مشات له جاب 6 نقاط، خليه السيد يخدم وان شاء الله يدير نتائج، ولا قدر الله لا قدر الله ما كانش نتائج نهضروا عليه ولا ننتقدوه ولا نحاسبوه ولا يحط الاستقاله ويروح.
هاني قلت ما هو راح يقول لك ملف ثقيل، ما يقول لك حقروني، ما يقول لك الفار، ما يقول لك خربوا فيا، ما يقول لك سبع ربي يديه، ما كان والو. سيد بروفيسيونال، حنا ثاني لازم نكونوا بروفيسيونال ونكونوا محترفين. عيب. عوار سكت كل الافواه، دار سبيطار وفيلمات وما فيلمات. ها كنت تقول له قبل القويري اه مصاب وخوانا يخربوا في ليكيب ناسيونال وحابين يكسروا لونترينار اه، ودركا ها كنتو تسبوا دركا في لونترينار وتسبوا في عوار ودي جوار، عوار مش مبليسي وداروها فيلمات خطره صادي جاك بيت كوبيش الخرده هذه الخرده هذا. ها السيد قال لك انا مصاب واني مع ليكيب ناسيونال قلبا وقالبا، وهذه مجرد اشاعات وكذب. ها عيب، نطلع شويه النيفو عيب بزاف. اذا نتمنى كل توفيق للمنتخب الوطني. في الاخير ملتقانا مع مزن فيديوهات. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.